ثواني يا اخوان، ان شاء الله هبدأ. بس ال جيب الكتاب. كده الصوت تمام يا اخوة؟ الصوت تمام؟ الحمد لله تمام. نبدأ إن شاء الله الحديث عن فقه الطهارة والصلاة. نبدأ الأول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الطهارة. في البداية إن فقه الطهارة وفقه الصلاة أهم شيء عند المسلم. فقه الطهارة وفقه الصلاة أهم شيء عند المسلم. أهم شيء يعني إيه؟ لازم كل مسلم يعرفه. مفيش حاجة اسمها معرفوش. ده العلم الوحيد الذي لا يعذر الإنسان بجهله فيه. يعني إيه؟ ممكن الإنسان يجهل بعض أحكام الزكاة، مفيش مشكلة. ممكن إنسان يجهل بعض أحكام الحج، مفيش مشكلة. أحكام الصيام مفيش مشكلة، لكن الطهارة والصلاة لا. ليه؟ لأن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي يكفر تاركها. العبادة الوحيدة من يكفر تاركها. أما باقي العبادات لا، ما فيهاش تكفير. طيب هتصلي إزاي؟ هتصلي لازم تتوضأ. سبحان الله، المسلم انت اللي بيصلي ده عاوز يسجل. ماشي تمام. ربنا بيشوفك، انت بتقابل ربنا وانت بتصلي. هتقابل ربنا المدير شغله او رئيس او كذا او واحد من ملوك الدنيا او واحد له شأن من شؤون الدنيا، بيتنظف بينظف نفسه وبيستحمى بيقوا هدومه كذا 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 حاجات كتير. ما انت بقى استشعر كده اللي انت هتقابل ربنا. هتقابله ازاي؟ الاسلام شرع لينا حاجات طهارة. اللي بنقابل ربنا مش بال، هتقابل ربنا بدل اللبس اللي انت لابسه، لبس شرعي ما في مشكلة، لكن لابد أن تقف بين يدي الله إنسان طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر طهارة حكمية. حكمية يعني إيه؟ ينتفي منها نواقض الوضوء.
اللي هنبينها دلوقتي ان شاء الله. اذا حينما نقابل الله لابد من ان يكون الانسان طاهر طهارة، الثياب اللي لابسها ما عليهاش نجاسة، طهرة يعني ايه؟ ما عليهاش اي حاجة تلوثها، هي النجاسات، جسم هدومه وثيابه طهرة ما فيش فيها اي نجاسة او اي شيء قذر. البدن نفسه، الجسم نفسه، الجلد نفسه ما عليهوش اي نجاسة، لازم يكون طاهر. الطهارة الحكمية يعني في حاجة اسمها طهار نجاسة حقيقية وطهارة حكمية لا تعلق بالوضوء والغسل. نبدأ أول شيء، يعني الإنسان أما بيجي يتوضأ، بيستعمل المية، صح؟ أول حاجة إيه المية اللي أنا هستعملها؟ إيه المية اللي أنا هستعملها؟ عشان الواحد يكون واقعي شوية، أنا مش هتكلم في أمور الفقهاء تكلموا فيها إن مثلا المية اللي بيشرب منها السباع، اللي بيشرب منها الأسود، هل تشرب من، هل تتوضى منها أو تتوضاش منها؟ في بعض الأمور أنا هتجاوزها، لأن الآن الغالب وعلاقة الناس دلوقتي الحنفية، بيفتح الحنفية، الحنفية بتنزل المية بتوضى. المية قطعت، ما فيش مشكلة، عنده بلاستيكاية أو حاجة زي كده مية مركونة بتوضى منها، طيب ما فيش مشكلة، مية نازلة من الحنفية بتوضى منها، ما فيش أي مشاكل. طيب افرض المية قطعت، هتضطر تلجأ لمية متخزنة. المية المتخزنة ديت ممكن تكون في بلاستيكاية، طيب البلاستيكاية اللي فيها المية ديت لو خالطها طاهر، شبه مثلا الصابون، شبه مثلا مية رز، طبعا أنا بتكلم كلام واقعي، يعني بحاول أربط الفقه بالواقع. فيها مثلا مية رز، غسيل رز وفي قلبه مية، شوية خضار، بقايا خضار على المية، بقايا صابون على المية، عطر معين في المية، شوية رواسب طينة في المية، الأمور ديت ينفع أتوضى من المية ديت ولا ما ينفعش؟ الإجابة ينفع أتوضى من المية ديت. ليه؟ لأن اللي خالط المية طاهر، الماء خالطه طاهر، فلا ما دامت ما دام الماء محافظ على طلاقته، يعني هو لسه ميه، ميه عليها شويه صابون اتوضى منها، ميه عليها شويه مثلا بقايا خضار او حاجه، غسيل خضار او حاجه زي كده ينفع اتوضى منها، ينفع اتوضى منها. لكن الشيء ده الطاهر لو كان غلب على الماء، يعني مثلا عجين، يعني في حديث ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم توضأ في أصعة من عجين كان فيها أثر عجين، وتوضأ من أصعة دي. طيب لو العجين والده كتر في المية ينفع يتوضأ منه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش يتوضأ منه. بص يا اخوان، ان شاء الله انا مثلا اللي عنده سؤال في اللي فات، ساعة ما اقول اللي عنده سؤال يكتبه، على التكست وانا اجاوب ان شاء الله في نفس الموضوع، مش بره الموضوع، في نفس الموضوع ان شاء الله. طيب فقلنا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة في اناء واحد قصع فيها أثر عجين، والحديث في مسند النسائي.
طيب برضك ورق الشجر والطحالب وحاجة زي كده إذا خلطت الماء ما في أي مشكلة وممكن الواحد يتوضى منه. البحر الماء المالح بتاع البحر ينفع الواحد يتوضى منه؟ ماء المالحة ينفع الواحد يتوضى من المية المالحة؟ الإجابة نعم. في حديث حديث أبو هريرة إنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهنا بياخدوا هنا العلماء بياخدوا قاعدة وهو جواب الحكيم، اسمه جواب الحكيم. يعني هم في البداية سألوا على ماء البحر ما سألوش على الميتة بتاعته، سمك مثلا السمك، لا جاوب زيادة على الجواب بتاعهم يسموه جواب الحكيم. فمية البحر المالحة تتوضى منها. طيب ايه المقصود هو الحل ميتته؟ يعني حرام اكل الميتة، في الاسلام حرام اكل الميتة. لكن السمك، السمك بمجرد لو بيطلع من البحر مثلا يعمل ايه؟ مش هناكله؟ لا، هو الطهور ماءه الحل ميتته. يعني السمك يموت وتاكله. هتقول لي ميتة؟ لا، ده فيها حديث. سبحان الله. طيب فقلنا اي ميه ينفع، ماء الابار ينفع نتوضى منها. الميه المتبقيه مثلا من شراب واحد مثلا مسيحي شرب من ميه ينفع نتوضى من الميه ديت؟ ينفع توضى من الميه دي. وما انت بتقوله؟ نعم. ايوه ان شاء الله. ايوه بقالنا 5 دقايق. طيب انت بتقوله ان المسيحي في القرآن انما مش نجاسة فكرية، مش نجاسة حسية. حسية اسياء انت. اما قبله تاني فابو هريرة، يا ابو هريرة وجدتك في بعض سكك المدينة فانخنست، لماذا؟ فقال أبو هريرة يا رسول الله كنت نجسا. أنا كنت نجس يا رسول الله، يا كلمة صعبة. فقال له صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. أيوة المسلم عمره ما يكون نجس. ما حدش يقول لي يقول الكلمة زي ديت سواء مرأة حائض أو نفساء أو واحد جنب
مش نجس، في حكم عنده بس حكما انه لابد ان يطهر. ان الحكم بتاعه ما ينفعش يصلي لكن ليس بنجس. يتوضى من ميه شربت منها اي ينفع. ده كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان، تقول السيدة عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من الإناء ويشرب من موضع فمي وأنا حائض. يا شفت الكلام، شفت الذوق في الإسلام. يعني النبي محمد، السيدة عائشة، ولا يدخل المسجد. إن شاء الله الأسئلة، أما أقول أسئلة كل اللي عاوز عنده سؤال يكتب على التكست. بالنسبة لدخول الحائض والنفساء المسجد والجنب، أنا عندي رأي فيه. أنا جايز الرأي ده يصدم البعض، لكن نشوف في وقتها شوية. يعني إيه؟ أنا رأيي يجوز. يجوز. إيه ممكن حد يختلف معايا، بس يعني إيه؟ هنسيبه الوقت إن شاء الله. بالنسبة لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يضع فمه على فم، على مكان موضع فم السيدة عائشة، ويشرب من مكان موضع فمها وهي حائض. ليه مش قرفان منك؟ شوف انت كده، ارجع للكتاب المقدس وسفر التكوين واللي بيعملوه اليهود. يقول لك المرأة تقعد نجسة 40 يوم. المرأة لو بيطلعوها بره البيت، بيطلعوا المرأة بره البيت خارج البيت. لو قعدت على الفراش، الفراش وبنجس يرموه بره. حاجات لا يمكن تتخيلها. الاسلام يقول لك لا. يعني في حديث ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم امر السيده عائشه ان تاتيه بالخمره من المسجد. ثاني الحديث، عشان بعض المسيحيين تفكيرهم عجيب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب من السيدة عائشة أن تأتيه بالخمرة، الخمرة يعني السجادة، من المسجد. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. يديك طهرة، يديك ليس فيها شيء. إن حيضتك ليست في يدك صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لي المية. المية بدل الشيء اللي فيها طاهر، اللي خلط المية دي طاهر، ينفع توضى منه. أيوة. طيب لو خلطه نجاسة، المية بقى ايه؟ طيب لو خلطها طاهر، صابون، خضار، خضرة، اي شيء، عطر، اي شيء. اخلي بالك، لان العطر، ان العطر، ان في الغسل بيحط عطور، في الغسل بيحط عطور، دي ما فيهاش فيها مشكله. طيب لو بقى خلط الميه شيء نجس، لو خلط الميه شيء نجس، ايه الحل؟ الحل لو كانت النجاسه تفوق الميه الطاهره، لا ما ينفعش تتوضى منها. ازاي يعني؟ ايه؟ اديك مثال يوضح. انت عندك مثلا، تلاقي مثلا يعني، وللاسف بتلاقي في الترع بتاعتنا او النيل، يعني بتلاقي كده ماسوره صرف صحي كده تضرب في قلب النيل. يجي واحد يشوف الماسوره ده، هي ما ينفعش اتوضى من الميه ديت، عشان في ناس بتقضي حاجتها في الميه. عشان فيه ماسوره ميه في قلب النيل. طيب الإجابة إيه؟ الإجابة
لا ليه؟ لأن النجاسة ده هي إذا قارنتها، إذا قارنت النجاسة ده هي بحجم الماء الطاهر لا يذكر. إن أو لون أحد نجاسة ما بيشرب منين؟ حاضر. ما هو بيشرب من النيل. ده دي بقى ايه؟ اكبر بكتير. دي اكبر. عن حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم الفضة. ماشي، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. يعني إيه؟ ما ينفعش المسلم، ثواني، ما ينفعش المسلم يستخدم يشرب في فضة، يشرب في آنية الذهب، لا ما ينفعش. طيب في تلاقي بعض الناس عاملين كاس أو حاجة زي كده وعليه سير فضة، فضة، ماشي فضة مفيش مشكلة. ما ينفعش، يعني حرام نشرب في ما تسيب الأسئلة طيب احنا دلوقتي بالنسبة لباب الآنية خلصنا. حد عنده سؤال في اللي فات؟ سؤال، العبرة بتغيير لون الماء ورائحة أم كونه فاسدا؟ هو لو ماء فاسد يبقى فاسد ازاي؟ احنا بنسأل المية لو فاسدة تبقى فاسدة ازاي؟ الكلام واضح، لو كانت المية عليها نجاسة، الماء الراكد، الماء الراكد لو اتغير لونه، اللي عاوز اسئله اكتبها على التكست يا اخوانا، اللي عاوز السؤال اكتبه على التكست. الميه لو اتغير لونها او طعمها او ريحتها ما ينفعش توضى بيها. بالنسبه للميه الراكده، الميه الراكده لو وخلي بالكم كمان، طيب حاضر ماشي. ثواني بس، ما في أسئلة هنا ليه؟ مفيش أسئلة ليه؟ بالنسبة طيب لو المية الراكدة دي ثبت تخضر ما ينفعش تتوضى منها، ما ينفعش تتوضى منها. طيب بالنسبة للدم، الدم لو وقع في قلب المية، الدم لو وقع في قلب المية ينفع اتوضى منها؟ ينفع اتوضى منها. يعني نقطة دم وقعت في لا، حسب كثرة المية، التناسب بين الاثنين، التناسب بين الاثنين. يعني لو وقعت نقطة دم من الإنسان في قلب بلاستيكية مية، تأثر ما تأثرش، غيرت حاجة ما غيرتش حاجة. الحاجة التانية المية اللي نزلت، أيوة ماشي، المية اللي نزلت، الدم اللي نزل من الانسان هل هو نجس؟ الاجابه لا. ليه؟ في حديث كلام الحسن البصري، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني في المعارك بيصلوا وهم مجروحين، فدم الانسان ليس بنجس، فما تغيرش اي حاجه من اوصافه. ينفع اي توضى منها؟ اي ينفع توضى منها.
الله المستعان. طيب برضك في مسألة برضك في الآنية عن ميمونة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تسقط في السمن، فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. يعني إيه الكلام؟ يعني إيه الكلام ده؟ الفأرة وقعت في السمنة، السمنة لو جامدة بتشيل الفار واللي حواليه اللي أثر فيه وترميه والباقي خامات في السمنة تنتفع بيه، لكن لو سايل، لو سايل لا، لو السايل لو سايل لا ما ينفعش، ده لو كان جامد. طيب هنتكلم تاني عن النجاسات، النجاسات ان لابد الانسان يحترز منها. ايه هي النجاسات؟ ان الانسان يجب ان يحترز منها. اول شيء يعني يحترز منها ايه؟ ما تبقاش على جسمك، ما تحطهاش على جسمك وانت بتصلي، تكون عامل حسابك ما تجيش على جسمك، تمام؟ مثل ايه؟ غاض الانسان وبوله. صوت واضح؟ تمام يا اخوه؟ يعني يا ريت الاقي التكست كده ماشي، يعني التكست واقف. ماشي تمام. انا بتكلم كده، انتقلت لموضوع تاني، رحت الموضوع تاني. النجاسات الحقيقية المفروض ما تكونش انت على هدومك او على جسمك، ماشي؟ زي ايه؟ لكن هنا يستثنى بول الغلام الذي لم يطعم، بول الغلام الذي لم يطعم بوله طاهر. يعني الواحدة اللي عندها ولد، لو هي مثلا متوضية، لو الولد هو لسه بيرضع، تبول على هدومها، بتجيب شوية مية في ايديها صغيرين كده ايه، وتحطهم ايه عليها، على مكان البول، وتمشي مفيش مشكلة. لكن لو بنت كانت او ما كانتش، لا، تغسل المكان، تغسل المكان اللي فيه النجاسة، مش شرط هدومها كلها، لا مش شرط هدومها كلها، المكان اللي فيه النجاسة بس. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ويرش من بول الغلام، تغسل المكان بس. برضك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور، فإن التراب له طهور. يعني ايه؟ واحد ماشي في الشارع. طبعا الموضوع ده يا اخواني بالنسبه للنعل، لان الصحابه كانوا بيصلوا بالنعل، الصحابه في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بالنعال، لكن النهارده مش محتاجين الحكم ده، اللي اذا هيعمل اصلا كده. يعني الصحابي مثلا ماشي في الشارع، النعل بتاعه جه فيه اذى، يعمل ايه؟ بيحك في التراب ويخش يصلي، ماشي؟ طيب خلاص، دي من اول النجاسات الحقيقيه، بول الانسان وغائطه. في المزي، المزي ده سائل بيخرج عند التفكير في الجماع، يخرج عند التفكير في الجماع، هو سائل رقيق، وده منه. حاضر 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 ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن المزي، فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. ده الحكم هنا. أرجو بصوا يا أخواني،
يعني انا في بعض الامور انا مش هدقق فيها قوي، انا هجيبها كده لمحه لمحه كده بسيطه وانت يعني تفهمها، لان ايه ممكن اتحرج او في اخوات يعني ايه يفهموها انت لوحدكم ماشي، واللي عاوز نعيد اعيد تاني مفيش مشكله. الموضوع ده غسل المكان، غسل المكان وتوضا، يغتسل لا من ويتحرز ويصلي، ما يغسلش لا ما يغسلش ماشي ماشي. طيب دم الحيض من النجاسات، ايوه من النجاسات. طيب نعمل فيه ايه؟ في حديث عن اسماء قالت جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدنا يصيب ثوبها من الحيضه كيف تصنع به؟ فقال تحطه ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. لو ماشي مفهوم ماشي نعديه، لو حاجه مش مفهوم حد يسال اجاوبه ان شاء الله، مش يعني ايه يعني في امور انا هعديه، اللي يسال فيها اجاوبه عليه خلاص. طيب روث ما لا يؤكل لحمه نجس، يعني اي شيء لا يؤكل لحمه الروث بتاعه نجس مثل روث الحمار. في حديث عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الخلاء فقال ائتني بثلاث احجار، فاتيته بحجرين وورصه وروصه، فاخذ الحجرين والقى الروصه وقال هي رجس. طيب سؤال، الفرخه او البطه؟ حاضر يا اخي الكريم حاضر، اللي هيسال هجاوبه انا بس يعني ايه انا بعد بس اللي هيسال هجاوبه بس. الفرخه بقى والبطه، او انت ماشي في الشارع الروصه هي براز الحيوان الناشف بيسموه روصه زي روص البهائم اعزكم الله بيقولوا عليها الجله الناشف. بالمناسبه معلش برضو ليه برضو حاجه بالنسبه للفلاحين، روس الجمايس او البهائم، الجمايس تحديد جمايس تحديدا او البقر او الابل، هل ده طاهر ام نجس؟ ها طاهر ام نجس؟ الاجابه طاهر. ليه؟ لان بيتاكل لحمه، بيتاكل لحمه. في حمامه عميتها عليك وانت ماشي، ده كتير ده كتير من الكلام ده. ينفع اصلي؟ ينفع تصلي. ما شيلهاش؟ لا ما تشيلهاش، او تشيلها شيلها، تسيبها تسيبها، وده بتحصل، ده بتحصل كتير. انت ماشي في الشارع حمامه او عصفوره عملتها عليك، حمامه او عصفوره عملتها عليك، ها هتعمل ايه؟ خلاص مفيش مشكله. ليه؟ ان الروث بتاعها طاهر، لان ايه؟ يؤكل لحمها. روث الدجاج والبط وما شابه ذلك سيبها كيف يعني؟ انت عاوز تشيلها ماشي مفيش مشكله، شيلها مفيش مشكله، لكن انا بتكلم هنا عن الحكم، هي طاهره ام نجسه؟ هي طاهره، يلزمني انا راح اصلي اغسلها ولا ما اغسلهاش؟ انت حر، او تصلي بيها مفيش مشكله، تشيلها مفيش مشكله، لانها ايه؟ لانها طاهره. طيب انا ماشي في الشارع ابو اردان عملها عليا، ابو اردان، ها اعمل ايه؟ تلاقي الشجر كده عليها ابو اردان واعملها عليك. من ده؟ من ابو اردان. ابو اردان ده جايز ما ماشي ابو خلاص يا اخوان اللي بيضحك طولوا بالكم طولوا بالكم، ده اشبه بال شبه الوز كده بس صغير. ابو اردان ده شبه الوز بس صغير، لا يؤكل لحمه وبياكل الحشرات الدود من الارض، بياكل الدود من الارض، ده بيبقى ابيض، بيبقى ابيض ويكون على الشجر
وبينزل الأراضي بياكل الدود من الأرض. ده أنا كمصري عارف اسمه أبو وردان، حتى كان في المدرسة بيقول أبو كردان صديق الفلاح. ماشي، أرجو بس يعني إيه، يعني بلاش يعني إيه دخلنا في أمور ضحك بالله عليكم، يعني إيه خلي الأمور جد شوية. طيب أبو كردان ده يؤكل لحمه؟ الإجابة لا، لا يؤكل لحمه. لا يؤكل لحمه، ما يتاكلش لحم. طيب لو عملها بقى على هدومك وانت ماشي، ها لو عملها على هدومك وانت ماشي، لان الروث بتاعه نجس، لازم بقى تشيل هنا ولازم تنظف هدومك قبل ما تصلي. ماشي، ده بالنسبه لي روث حياه. ماشي، ده بالنسبه للروث ما لا يؤكل لحمه. ماشي، طيب لعاب الكلب برضو من النجاسات لعاب الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. في حديث طبعا على اختلاف الروايات، إحداهن بالتراب آخرهن بالتراب، المهم بتغسل 7 مرات واحدة منهم تكون بالتراب. وسبحان الله، سبحان الله، ان بعض العلماء جم جابوا كلب وولغ وشرب من الميه، بينزل من لعابه حويصلات، ميكروبات، بكتيريا بتنزل من لسانه وبتقع في قلب الميه، ما يموتش البكتيريا ديت والحويصلات اللي بتنزل مع لعابه. انت حتى لو شفت الكلب بينزل بقه كله في قلب الميه، لقوا ان الحويصلات دهيت باي مبيد ما بتروحش الا بالتراب، سبحان الله. فالكلب كله طبعا نجس على فكره، في خلاف شعره نجس او لا، بس الراجح كله نجس. الناس طبعا الحمد لله ما فيش، الناس العرب مش عندهم الاهتمام بتاع الكلاب اللي في الغرب، لكن الكلب كله نجس. يعني في البعض قال ان شعره مش نجس لانه ناشف، طبعا لو احنا قلنا الكلمة ديت الكلب على طول بيلحس في شعره، فالكلب كله نجس، لعابه كله. يعني الخنزير طبعا نجس، حتى لحمه كمان نجس والعياذ بالله، كله نجس. حتى سبحان الله عند اليهود الخنزير نجس، لكن سبحان الله النصارى خلوه احب الاكل اليهم، احب الاكل اليهم من الخنزير، وبيربوه في مزاد الكنسة ومع ذلك بياكلوه برضه، سبحان الله. لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات برضو لحمه بنجس، لحمه بيكون نجس. يعني في حديث عبد الله عبد عن ابي ثعلبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل ذئاب من السباع وعن لحوم الحمر الاهليه، يعني لحم الحمار نجس. سبحان الله، اللي كانوا بيذبحوا الحمير عندنا في مصر، سبحان الله، بياكلوا شيء نجس، اللحم بتاعه نجس. طبعا ده بيختلف الحديث هنا، حدد الحمر الاهليه منهم لله فعلا والله بياكلوا شيء نجس، اما الحمر الوحشيه فلا. كلاب دلوقتي يعني بيسالوا سبحان الله، يقول لي بس قولوا لي منهم لله، منهم لله، ما في ضمير والله، ما في ضمير، الله المستعان. ما هو اللحمه غلت من شويه، اللحمه غلت من شويه، خير خير. ما قطع من الحيوان هو حي، 8 ما قطع من الحيوان هو حي، لقوله صلى الله عليه وسلم
تجربته بقى، ملناش دعوة. الله المستعان. الله المستعان. يا عم استر على نفسك يا عم الحاج، استر على نفسك، بلاش استر على نفسك، نعمل ايه؟ انت ممكن ما تلاقيش ولا مصري الا ما خد منك 500 طن يا عم، 500 طن هتروح فين؟ الله المستعان. ما قطع من الحيوان هو حي. قال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة هي حية فهي ميتة، فهي ميتة. يعني ايه؟ لمس ايد المرأة ان شاء الله ده في نواقض الوضوء، جاي ان شاء الله، جاي ان شاء الله في نواقض الوضوء. يعني ايه ما قطع من الحيوان هو حي؟ يعني ماشي جاموسة ماشية في قلب الشارع، عربية خبطتها كسرت رجليه، طلع كده في حتة فردة كوارع كده لوحدها، ينفع ناكلها؟ لا ما ينفعش. ليه؟ أصبح ميتة، أصبح ميتة. النص واضح، نص واضح، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما ينفعش تاكلها. تقوليش بقى أيوة طلع لي فردة مية مية أو كوارع مية مية أكلها؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، ميتة. تسعة، الميتة بقى حرمة. ده احنا بنتكلم هنا ماشي، ماشي مفيش مشكلة. الميتة ما عدا السمك والجراد وما لا دم له كالذباب والنمل والعظم والريش. الميتة نجسة، أي حيوان ميت نجس، أي حيوان ميت نجس. طب الكلام ده، الكلام ده بينطبق على الفرخة اللي احنا ذبحينها؟ ها؟ الحديث بيقول لك ميتة، وطبعا البطة والفرخة اللي انا ذبحتها وماتت اصبحت ايه؟ نجسة؟ الإجابة طبعا لا. الميتة، تعريف الميتة، ايوان تعريف الميتة مات رغم انفه، طعية، ده اسمه الميتة. اتخنق وقع من فوق، اصبح ميت. مرض ومات لوحده، اصبح ميت. لكن تم حتى اسمها ايه؟ تزكية. تم تزكيته بيبقى طاهر لانه ذبح. لا ده اسمه ده ما يبقاش ميتة ولا حاجة، وهو لحمه طاهر. يعني الواحدة تنضف تذبح الفرخة وتنضفها وتعمل كل حاجة وتروح تصلي مفيش أي مشكلة. ماشي؟ مفيش أي مشكلة. طبعا في استثناء للميتة زي السمك. بارك الله فيك. إنما حرم عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية. ماشي تمام. ده على فكرة الآية ديت سورة النحل 115 خاصة بالأكل، خاصة بالأكل، تحريم الأكل. ماشي تمام. طبعا برضو الذباب، دبان، النمل طاهر. ماشي؟ طيب نمرة 10 السؤور، السؤور السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها. بلاش الحتة ديت ممكن يعني ايه؟ طيب ممكن ناخد ايه؟ القطة. القطة لو شربت من مية عندكم الدبان أكله حلال؟ دبان ايه؟ منك لله، منك انا مش هقول الا منك لله، انا مش هتكلم. لكن لا
كاتب اكله حلال، الدبان اكله حلال، اعمل ايه بس يا اخوان؟ لكن في حاجه في حاجه، هو الظاهر بقى ايه؟ هو الظاهر اللي بيسال السؤال ده ايه؟ هو ماشي في الشارع فاتح بقه، واخدين بالكم؟ فاتح بقه، فسبحان الله نصوب يجيله، نصوب يجيله. حصل كده يعمل ايه؟ خلاص. انت اللي عارف بقى، انت اللي سألت السؤال، تستاهل. ده فيها مشكلة، خلاص هتعمل ايه؟ الله المستعان، الله المستعان. طيب، في حاجات طاهرة لكن البعض بيفكرها انها نجسة. في حاجات طاهرة والبعض بيفكرها انها نجسة، زي ايه؟ زي المني. المني طبعا في خلاف في الموضوع، في خلاف في الموضوع، لكن الراجح انه طاهر. عدي. الخمر، الخمر الخمر النجاسة بتاعتها نجاسة معنوية مش نجاسة حسية. يعني الواحد، لا مفيش شروط، مفيش شروط. الخمر نجسة، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وده الراجح في المسألة. في خالف، في خالف، لكن انا باخد القول. ماشي، في كلام في الموضوع، في كلام في الموضوع، لكن انا بتكلم على المني. شروط. طيب افصل في المسألة، خلاص بدل سألت في السؤال هفصل في الموضوع، في الكلام ده، لكن كيفية التعامل معاه بتختلف. في الحديث للسيدة عائشة: كنت أفركه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نطول كمان، نطول كمان، انتوا حرين. المني اللي كان في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الجماع، لا من أصل الاحتلام، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم مثلنا. حتى تبقى أنت عارفها أما تيجي تقرأ الحديث ده، النبي ما كانش بيحتلم زينا، لأ، ده من أصل الجماع على ثيابه. كانت سيدة عائشة تعمل فيه إيه؟ كانت لو كان ناشف تفركه، والعلماء خادوا الطهارة من الحديث ده. ليه؟ لأنه لو كان ناشف، لو كان نجس ونشف لابد من إزالة، ما ينفعش فيه الفرق. كون إن السيدة عائشة بتفركه وهو ناشف دليل إنه طاهر. طيب، لو كان لسه طري، لو كان لسه طري يتغسل. تمام؟ الإجابة واضحة؟ الإجابة واضحة؟ ماشي، قلت لكم يعني انا في امور اعديها، اللي دق فيها كمل فيها، انتوا حرين. تمام. دم الانسان في خلاف، في خلاف. الراجح ايه؟ الراجح ايه؟ ان دم الانسان طاهر. إيه؟ طبعا انا ما فيش حديث الا حديث كلام الحسن، ان طبعا، ودي شيء يعني ايه، ما فيش. لا يا اخي، احنا مالناش دعوه بشرب الدم، انا مش بتكلم في الشرب هنا، انا بتكلم في الطهاره. في فرق يا اخواني، في فرق بين الشيء نجس او بتكلم عن الملامسه، بتكلم على هدومك، تكون على هدومك، انا مش دعوه بالشرب هنا. ماشي، يعني انا لما بقول لك ان الخمر طهره، طهره يعني ايه؟ مش طهره يعني اشربها، طهره يعني ايه؟ لو انت مسكت كحول، لو مسكت كحول بايدك، هو جعان. هو ده وصف بتاع الدبان برضه، هو جعان عاوز يشرب دم ويحل بالدبان. الله المستعان، الله يشرب دم ويحل بالدبان، الله المستعان. وتنفع برضه كبت شعر، الله المستعان. واحد مسك كحول سبرته، يروح يتوضى؟ لا. فهمت ازاي؟ فهو وطاهر. طاهر يعني ايه؟ طاهر لو انا مسكته بايدي اصلي عادي، مفيش مشكله. ماشي؟ طيب، فدم الانسان طاهر.
دم الإنسان طاهر. ليه؟ كان الصحابة كانت بتصلي هم في المعركة وبينزفوا دم، والدم بيجي على هدومهم هم بيصلوا. اكتب السؤال ما فيش مشكلة. بل والأكثر من كده، في أحد الصحابة كان في بيحرس المسلمين وهو واقف يصلي على تلة، في واحد من المشركين ضربه بسهم. الصحابي اللي كان بيصلي شال السهم وكمل صلاة. شفت ازاي؟ بعد كده هو الراجل ده ضربه سهم تاني، شال السهم وكمل صلاة. هو حد بقى يقول لي ما طلعش دم، يقول ما عندوش دم بقى، صح ولا ايه؟ اللي يقول لي ما طلعش دم اقول له انت ما عندكش دم بقى. او ممكن واحد كثيف يقول لي ايه، ها قول له طلع ايه، ها حد يقول، ها حد يقول، واحد كثيف كده ممكن يقول طلع ايه، دم ومي. مش واخدين بالكم ولا ايه؟ ميه بسكر ممكن. الله المستعان، الله المستعان. طيب ناتي بقى الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة، يعني واحد هتتكلم في الموضوع ده، يعني شفت الإسلام حتى وصل لفين؟ إزاي تدخل الحمام؟ ماشي. هنقول وانت داخل في حديث انس بن مالك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. تقول الذكر ده وانت داخل الحمام: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لان المكان الحمام ده سكن الجن، مكان وحش. فانت يعني في حديث تاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الجن: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. فالجن هو شايف الانسان، فما ينفعش يشوفك وانت عريان. سبحان الله، لو ذكرت الله الجن بيعمل زي ما يكون حجاب، تعمل عليك حجاب ما يشوفكش، تمام؟ فانت داخل الحمام بتقول الذكر ده. طيب دخلت، طب وانت خارج بتقول ايه؟ غفرانك. لحديث السيدة عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وانطلق تقول غفرانك. طيب في برضك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم، انا زي ابوكم بمنزلة الوالد اعلمكم. يعني السؤال يا اخواني، يعني الموضوع ده في الانسان بيعمله كل يوم، ده كل شويه، لابد من تشريع، لابد من شيء تعمله، هتعمل ايه؟ يعني تخيل انت المسيحي، ايوه المسيحي اللي بيخش الحمام، شوف بيعمل ايه في الحمام؟ يطلع يسلم عليك ينفع؟ لكن شوف المسلم اما تكتب انت عارف الاسلوب ده او التعامل ده، المسلم النبي امره استخدام اليد اليسرى داخل الحمام، اي شيء مستجزر يستخدم ايده الشمال، حتى في الاستنشاق والاستنصار، يعني دخل الميه بايديه، يعني الواحد لما يجي ينف يعني باللغه العاميه بالشمال مش باليمين، في قضاء الحاجة الشمال مش اليمين، بتشيل حاجة أي شيء مستجزر بالشمال مش باليمين، تقرب اليمين على طول. طيب أما تيجي تسلم على الإنسان بقى، بسلم عليك بإيدك اليمين هين، ها حد يجاوب؟ حد يجاوب؟ ها عاوز تفاعل كده، هسلم بإيدك إيه؟ ها ما حدش يجاوب ليه؟ واحد بس اللي جاوب؟ ما فيش تفاعل ليه؟ اليمين، تمام، بيديك اليمين. طب انت مطمن الراجل ده لو مطبق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو هو مطبقها خلاص،
لو طبقها خلاص انت عارف ومطمن اللي هو ايه؟ دي نظيفه، دي طاهره، ماشي. تمام. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يعني طبعا الكلام ده بالنسبة لي في الفضاء، نكون في مكان فاضي، مكان خلاء خالي، لا ما استقبلش القبلة. طيب لو في بنيان، يعني واحد مثلا نظام شقته كده، نظام الحمام بتاعه كده، خلاص انتهى الموضوع. مش بعد ما خلص بقى المحاضرة ديت تقول الشيخ قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وتلاقي القعدة بتاعتك ناحية القبلة أو حاجة زي كده، تقول لا ده أنا هكسرها، هيكسروا عظمك هناك في البيت وهيكسروا. طب أنت إيه فاهم الموضوع؟ الموضوع ده خاص بالفضاء، اما في وجود حائل في البيت في المسجد ما فيش اي مشكله فيه ان شاء الله. ولا يستطيب بيمينه، مفهوم الاستطاب يعني ايه؟ مفهوم ولا يستطيب بيمينه، ماشي. تمام. ايضا في حديث في صحيح ابو داود: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري فيه، الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يعني شفت سبحان الله، الإسلام بيقول لك إيه؟ دي النظافة والله يا إخوان. يقول لك ما تحطش مية ملوثة، ما تبولش في مية راكدة، ما تجيش على بركة وتبول فيها، لأن المية دي واقفة، مية واقفة، الكازورات وال الريقات بتاعتك ديت او الميكروبات بتزداد في الميه الراكده ديت وممكن تعد الناس، ماشي. طيب ايضا في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعنين. اللعنين، قالوا ما اللعنين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. يعني ما تجيش مكان شجره كده حلو الناس ممكن تقعد فيه. سبحان الله والله العظيم يا اخواني، الواحد بيستعجل ساعات، بتلاقي موقف ناس حاطه موقف موقف للناس تقعد فيه، تستنى عربيات، تلاقي حيوان قاد حقه في الموضوع ده. شفت الاسلام؟ ما انا قلت لكم ما فيش حاجه الا هتلاقي الاسلام بيتكلم فيه. ما تجيش في مكان الناس في ظل، الناس ممكن تقعد فيه وتروح تقضي حياتك فيه، ما ينفعش. ليه؟ لأن الناس اللي هتيجي تقعد تستنى عربية أو تيجي تستريح تحت ظل الشجرة دهيت أو مكان ظل كويس الناس تقعد فيه، هتلاقي القرف بتاعك فتلعنته وأنت مش داري. شفت إزاي؟ فده حرام. الإنسان الإسلام ينهاك عن هذا الفعل. طيب. برضك في صحيح في حديث أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه. يعني ما تسيبش في البيت مكان فيه بول، لا كبه على طول، شيله على طول ما تسيبوش. يعني ايه يا عم الطاير؟ يعني تفهمها لنا ازاي؟ ابنك الصغير عنده قصرية، معلش يعني ايه في كلام انا اقوله بالعامية، يعني عنده قصرية، ما تسيبش قضاء ابنك الصغير في قلب القصرية في قلب البيت، ما تسيبوش، عشان ده بيمنع دخول الملائكة، تفضلها على طول، ماشي. وضحت الموضوع ده؟ واضح الموضوع ده، بدل ما فيش حد بيسأل نعديه. الأدب الثاني: ليتناجى اثنان على غائضهما، ينظر كل واحد منهما إلى صاحبه.
يعني وانت بتقضي حاجتك يعني ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش تكون واخد المحمول وعمال تكلم، ما ينفعش، ما ينفعش تتكلم وانت بتقضي حاجتك، ده منافي. تمام. مش في شبكة أصلا. ماشي، هزروا هزروا انتوا. الشبكة بتسقط جوه يعني، والله المستعان. أيضا في حديث عن ابن عمر قال: مر رجل على النبي وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، النبي ما يسلمش عليه. ليه ما ينفعش تتكلم في الحمام؟ ما ينفعش تتكلم في الحمام. لا لا، انت بتتكلم ده اثناء قضاء الحاجه. خلي بالك كمان بالنسبه للحمام دي حته برضه كويسه. لازما الوقت في مشكله. بعض الحمامات لا، ده في حاجه هنا. احنا الحديث هنا واضح من حديث اللي بيتكلم اثناء قضاء الحاجه، لكن لو انت بقى في الحمام الامر يختلف. ماشي معايا؟ لو انت في الحمام طيب، الحمامات اللي عندنا دلوقتي، الحمامات اللي عندنا دلوقتي ينفع نطبق عليها الحكم ده؟ ينفع ما نتكلمش فيها؟ انت بتلاقي الحمام النهارده، بتلاقي الحمام النهارده اللهم صل على النبي، في حوض، فيه مكان للغسالة، فيه بانيو، في كرسي، في مرايه، ده ما عادش حمام، بقى مجمع. معايا ولا ايه؟ معايا؟ متابعيني؟ طيب، لو في هنا سؤال، اما يجي تتوضأ في الحوض اللي في قلب الحمام وتذكر، تنفع تقول بسم الله؟ سؤال. ده بقى حمام، حمام زي ما انا بوصف لك كده، شكل ده كده، قاعده، حوض، بانيو، مش عارف ايه، كرسي، تسريحه، مش عارف ايه، ده بقى الجديد. ينفع تتوضا في قلب على الحوض وتذكر اسم الله؟ ده السؤال. واحد بيقول لا، التاني يقول ايه؟ سؤال تاني، ها، ينفع تقول بسم الله؟ ها، عاوز اجابه، عاوز تفاعل على التكس كده يا اخواني عشان احس ان الموضوع وصل لكم. انا بصراحه بنسى على فكره، برضك دي محتاجه حكم. شفتم الاجابه بتاعتكم؟ الاجابه بتاعتكم على التكست وضحت لي موضوع تاني، وده طبعا احنا لسه هنتكلم فيه، مسألة إن واحد ينسى يذكر اسم الله. الوضوء صحيح، ده في الأول عشان بس إيه، الوضوء صحيح، لو الواحد نسى يسمي الوضوء صحيح. ماشي، نعديها لحد ما نجيلها، ده عشان بس إيه بركة اللي أنتوا إيه، تسمية مهمة، بس خد بس كلامي في الأول، خد بس كلامي في الأول وبعدين ناقشني فيه ساعتها. لو واحد نسى يقول بسم الله في الوضوء، الوضوء صحيح. بص يا اخواني، يعني انا ارجو يعني ايه تاخدوا كلام عن ثقه. انا بقول الكلام خاصه في فقه الطهاره والصلاه، خد مني الكلام عن ثقه. ماشي؟ طيب،
خلينا في سؤالنا بالنسبة لما نيجي بس في أركان الوضوء وسنن الوضوء نتكلم فيه. تمام، مفيش مشكلة. صح، بس نرجع بس للموضوع، كنت عاوز اقول دلوقتي حمام زي ما انا قلت كده، حمام زي ما انا قلت كده، ينفع اسمي وانا بتوضى؟ ينفع تسمي وانت بتوضى. لا يا عم، ده في الحمام يا عم، ده مش حمام، ده مش حمام، ده كوكتيل بدل في قعده. والقعده طبعا انا بتكلم، يعني بحاول اطبق الفقه على الواقع حتى لو جهرا، ما فيش مشكله، بحاول اطبق الفقه على الواقع. القعده مقفوله مفيش اي مشكله، وفي جنب الواحده، ماشي، في جنب الواحده مفيش اي مشكله، مقفوله في اي مشكله. انت واقف في مكان بتوضى فيه على الحوض، قول بسم الله وتوضى في طيب. برضك طيب، بالنسبه برضك القاعده هي غير طاهره فقط. مش واضح السؤال، مش واضح، وضح السؤال اكتر. القاعده، 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 بحسب القاعده عن القاعده الفقهيه ولا حاجه. القاعده ايوه، المكان قضاء الحاجه بس، او اثناء قضاء الحاجه بس. القاعده بس مكان قضاء الحاجه، لكن التاني مفيش اي مشكله فيه، ماشي تمام. برضك اصطحاب الاشياء اللي فيها اسم الله، اصطحاب الاشياء التي فيها اسم الله زي مصحف، بعض النساء في مثلا سلسله مكتوب عليها آية الكرسي، مدينة مفاتيح فيها آيات قرآنية. ينفع الواحد يخش لا هنا ممنوع. هنا ممنوع. طيب ينفع، حرام كمان. حرام. في حد عنده إجابة تانية؟ لا، كله قال لا. طيب حد يجيب، نجيب للدليل كده؟ لا ما ينفعش. أولا ما فيش دليل على الكلام ده، بس أن النبي محمد كان له خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله، فكان يخلعه حينما دخل الخلاء. الحديث ضعيف، الحديث ده ضعيف، الحديث ده ضعيف، إذا ما فيش حديث بكده. لكن من باب تنزيه كلام الله، ومن باب تنزيه المصحف يخش في الأماكن ديت، وأصلا هيخش ليه؟ هيخش ليه أصلا؟ ماشي؟ لكن إذا كان فيه ضرورة، إذا كان فيه ضرورة، يعني إيه ضرورة؟ واحدة معاها شنطتها داخلة حمام في الجامعة، شنطتها فيها فيها مصحف آية قرآنية، هتوديها فين إن شاء الله؟ هتوديها فين؟ هتسيبها بره؟ ما ينفعش تسيبها بره. المصحف الصغير اللي في قلب جراب جلد في قلب الشنطة، كل ده مفيش أي مشكلة. شفت بقى؟ لا، خدي معاكي مصحف مفيش أي مشكلة فيه، بدل المصحف، تأمني على المصحف انه يقع، انه يجي عليه اي قذارة، مفيش اي مشكلة فيه. اللي يقول اللي عنده هو ايوه. احنا بص يا اخي الكريم، احنا في امور، يعني ايات القرآن مش للتعليق، للحفظ او للاعتبار، ده مش موضوع. انا موضوع دلوقتي واحده لابسه سلسله مكتوب عليها ايه قرانيه، ينفع تخش بقى الحمام؟ ينفع تخش بقى الحمام. واحده في شنطتها مصحف صغير ومعاها اي حد، هو شايل المصحف معاه،
هو ماشي في السكة أو حاجة زي كده، بيقرأ في المصحف، بيدخل حمام في الجامعة، في الشغل عندها، معاها شنطتها، هسيب شنطة بره؟ مش هينفع. تخش بالشنطة، تخش بالشنطة، مفيش أي مشكلة. تمام؟ حد عنده تعليق؟ تمام، نعدي النقطة ديت؟ وصلت؟ بس أنا إذا خفت إنه يضيع، ما أنا قلت لا يخش بيه، يخش بيه، لكن أنا قاعد في البيت، تخيل أنا قاعد في البيت، أخذ المصحف وأخش لدورة المية؟ ليه إن شاء الله؟ ليه؟ أنا بتكلم من باب الضرورة، باب الضرورة، وأنا جبت أمثلة. أما أنا جبت أمثلة، واحدة في الشغل معاها شنطتها، شنطة فيها مصحف، في مسجد، دي هتصلي في مسجد عام، الواد شاطرها فين ان شاء الله؟ اسيبها لمين؟ اللي عاوز بقى يسيبها يا حر، جايز تطلع ما تلاقيهاش يا حر، مالناش دعوه. السلسله سيبها ماشي، ما فيش مشكله، وبعلقها على مسمار بره. انت حر بقى. المسلم لازم يكون بيفكر ازاي يتكلم. ماشي؟ لكن قاعد في البيت اخد شيء يذكر مكتوب عليه اسم الله ادخل بيه جوه؟ لا ما ينفعش. ماشي؟ النقطة اللي بعد كده بالنسبة لي، ودي خاصة بالرجال، أن يتبول الرجل واقفا، أن يتبول الرجل واقفا إذا أمن على نفسه رشاش البول. والله أنا بتكلم اللي أنا مقتنع بيه، اللي أنا درسته، اللي أنا واثق منه. ليه؟ انا ليه قلت الكلام ده؟ لان مفيش دليل، مفيش دليل، والحديث اللي قلته ضعيف. ماشي؟ الحديث اللي قلته ضعيف، الله المستعان. فبالنسبه لي التبول بالنسبه للرجل واقفا، التبول بالنسبه للرجل واقفا يجوز مع ان يامن على نفسه أن يتنجس ثيابه. ثيابه يكون طاهرة. ثيابه بتكون طاهرة، ما يجيش عليها رشاش البول. والأفضل البول جالسا. الأفضل. لكن واحد ماشي بعربيته في مكان زراعي وحب يتبول، تقول له هاتها جالسا؟ ما بيجيش إلا واقف. نعديها ولا نفسر؟ اتفهمت؟ ها؟ قولوا تمام. اتفهمت؟ تمام. ها؟ تمام، ماشي تمام. ده بالنسبة لي آداب قضاء الحاجة، وده بالنسبة خلصنا كده جزء إيه؟ الآنية، وجزء النجاسات الحقيقية، وخدنا معاها آداب قضاء الحاجة. انتقل لنقطة تانية. أنا ما فهمتش، عاوز تفهم إيه؟ اللي فات كله، اللي عاوز يسأل فيه اتفضل، عاوز يسأل فيه اتفضل. يلا. بس أرجو بالله عليك يا إخواني، يعني إيه؟ يعني خلوا الهزار خفيف شوية. يعني إحنا خلي الأمور جد شوية. ها. حد عنده سؤال في اللي فات؟ ها؟ حد عنده سؤال في اللي فات؟ يلا يا اخواني. طب اللي سامع كده يكتب رقم 5؟ ها؟ اللي سامع كده يكتب رقم 5؟ تمام. ها؟ تمام. في كله كده تمام؟ مش حد عنده سؤال؟ خلاص. طيب كفايه كده، عشان الكفايه كده، كفايه كده المره دي. كفايه، نعم خلاص، كفايه كده. ماشي. طيب ان شاء الله نكمل الموضوع ده بكره، ان شاء الخميس القادم ان شاء الله.
اكيد طبعا الموضوع اللي بقيه اكيد طبعا ده الموضوع كبير، بس يعني ان شاء الله نكمله يوم الخميس. موضوع له بقيه اكيد طبعا، موضوع له بقيه ماشي. يعني تاكدوا ان شاء الله ان كل كلمه بقولها يعني والله بكلمه بجد، يعني عارف بقولها ازاي. انا مش بقول الكلمه كده بعديها، لا يعني درسها كويس جدا يعني. الله المستعان. جزاك الله خيرا واحسن الله اليكم، وان شاء الله نكمل الخميس القادم ان شاء الله. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.